مرحبا طلاب الصف الرابع. ماما، بالنسبة للسون الثالث اللي هو يعتبر آخر لسون بالكورس الأول، قلنا هذه القطعة أي مداخلة ورح ناخذ فقط القطعة بي. عندي هنا أباوع، هنا باتخيس هذا المراسل الصحفي اللي كان يشتغل بي أنتين كاتخ بقناة أربعة. الديركتور اختاره لشوازي بور بارتير أون أفريك حتى يروح إلى أفريقيا ويسوي هناك روبورتاج ويطلع على الأحوال والحياة اللي موجودة في أفريقيا. فهنا نشوف أكو لقاء صار بينه وبين الريسبونسابل أفريكان مع يعني مسؤول أفريقي، فبدأ الحديث وياه. إذن هنا باتريس ديبورغ سنتروتيان افيك إن ريسبونسابل أفريكان. باتريس ديبورغ يعني تحاور أو تكلم افيك إن ريسبونسابل أفريكان مع ريسبونسابل يعني مسؤول أفريقي. فإذا هنا دي يبدي هذا المسؤول يتكلم عن الأشياء أو الحياة مالتهم بفريق أفريقيا. يقول notre problème principal، مشكلتنا الرئيسية، c'est l'augmentation de la population dans les villes، إنها الأugmentation الزيادة de la population بالسكان dans les villes في داخل المدن. il n'y a pas assez، لا يوجد عمل كفاية، n'y a pas assez de travail، لا يوجد كفاية de travail عمل pour tout le monde، من أجل كل الناس اللي موجودين في المدن. يسأل هنا باتريس يقول له quelles sont les causes de cette augmentation، ما هي أسباب هذه الزيادة، quelles sont les causes يعني أسباب cette augmentation لهذه الزيادة، ما هي أسباب هذه الزيادة اللي صارت بالمدن.